طبعا بنحارب اي نوع من انواع يعني الفساد. طبعا اول ما انا جيت كانت جمعوا حاولوا ان هم 40 50 واحد، وكان جم عند الحي وحاول. انا ما بشتغلش غير بالقانون. كل اللي ماشي مظبوط نضرب له تعزيز سلام وينور يعني، انما المخالف ما مش هنوافق له طبعا. عندنا استعداد ان احنا نرجع نشتغل تاني ونقاتل تاني عشان بلدنا، بنحب بلدنا قوي.